بدكم تفرحون. اي والله. والله مروان اعطونا التدفق. يا يا ابو شوف الان يقول ذهب الكثير وما بقي الا القليل فكن كالغيث النافع لقلب يتيم. ولله الحمد والمنه وصلنا 35 مليون و 353,196 المتبقي 9,646,804 ما شاء الله. يعني 79% ولله الحمد والمنة باقي 21%. شو اي والله ولله الحمد راح اثنين من امس. اي والله الحمد يا رب لك الحمد. لا لا بكره العشر بعد ان شاء الله الامور باذن الله باذن الله. لي تعليق على التدفق. اي تفضل يا ابو محمد. قبل ثلاث ايام مثل ما قلنا الصراحه فيه ناس كثيرين من خارج المملكه ودهم يشاركون في هذا الوقف ولكن غير متاح حاليا. فاتصل في احد الاقارب من الكويت قال يوم الجمعه بعد العصر تمشيت انا والوالده وزوجتي واولادي وطلعنا من الكويت الى الخفجي. الله. واودعنا 3,200 ريال ما شاء الله اطلعوا من الكويت الى الخفجي فقط لايداع في الوداد اودعوا 3,200 ريال ما شاء الله. نعم بيض الله وجيهم. هذا جميل. هذا فالناس حقيقه متفاعلين معاكم. جميل. وكثيرين انا حقيقه من الكويت يتصلون فيني ويقولون ودنا يا ليت يتاح لنا المكان لكن ان شاء الله من اراد الخير سيجده باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.